النهاردة لم يكتفوا فقط بقرارات السيد وزير التربية والتعليم، بل طلبوا، ومين اللي طلبوا؟ دول أعضاء في لجنة التعليم بمجلس النواب، برفع درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى 5% تعويضا عن فترة انقطاع الكهرباء أثناء المذاكرة. يعني الكهرباء بتتقطع عليهم، ما بيقدروش يحصلوا، لو بتحركوا يروحوا لحد عنده كهرباء أو ينزل يذاكر تحت عمود نور زي زمان أو البرلمان، أعضاء في البرلمان بيطالبوا بإن احنا ندي 5% درجات رأفة حد أدنى. نفهم مزيد من التفاصيل النائبة جهان البيومي عضو لجنة التعليم. سيادة النائبة أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة النائبة، شايفة الطلب ده شكله إيه؟ يعني هل هو طلب؟ هو بس الطلب ده حضرتك في البداية قلت إن الطلب ده تقدم بيه أعضاء لجنة التعليم. أي يعني أنا عضو في لجنة التعليم، وإحنا ما نعقدناش خلال الفترة اللي فاتت، عشان كده ما أقدرش يعني أتأكد إن مثلا رئيس اللجنة أو الأعضاء إن هذا الطلب تقدم بيه أعضاء لجنة التعليم، ولكن أنا وصلني اللينك بتاع أحد النائبات الزميلة فاضلة تقدمت بطلب إحاطة، هي في لجنة أخرى وليست لجنة التعليم، إن هي بتطالب بوجود اللي هو 5%. أنا عرفت إن النائبة ولاء التميمي هي اللي قدمت. النائبة ولاء التميمي، ولكنها يعني ما هي نائبة مش داخل، أصل أنا عضو في لجنة التعليم. هي مش في لجنة التعليم. ليس في لجنة التعليم، لأن برضو في لجنة التعليم إحنا أولاً إحنا دارسين الموقف مع الطلبة خطوة بخطوة. أيوة. بننزل دائماً يعني على مستوى المحافظات، كل عضو فينا موجود في محافظة مختلفة بيتابع أداء الامتحانات وبيتابع مع مدير الإدارة وبيتناقش مع الوزارة، يعني موضوع زي ما حصل في امتحان الفيزياء واللي فعلا تقدمت هيئة المكتب مباشرة بناء على ان كل النواب اعضاء لجنة التعليم نقلوا الصورة اللي موجودة على امتحان الفيزياء، وبالتالي الوزير عد لجنة وفعلا هيجينا الرد رسمي على التقرير الفني على الأسئلة وعلى الامتحانات دوت اللي احنا ان شاء الله هيصل الى لجنة التعليم، ده على مادة الفيزياء اللي فعلا اثارت جدال اللي هي باللغه الانجليزيه. طيب انما لما نيجي على طلب الاحاطه اللي هو نسبه 5%، يعني طبعا احنا مع ابنائنا الطلاب قلبا وقالبا يعني متعاطفين جدا في الازمه اللي هم بيعانوا منهم برضو زينا، موضوع الانقطاع التيار الكهربائي، ولكن احنا لازم يحكمنا قوانين ولوائح، يعني احنا ماشيين على قانون اللي هو سنه 81 في معايير ما ينفعش ان احنا دي عايزة قانون جديد، عايزة لابد من إيجاد تعديل في التشريع وهكذا، ولكن إحنا يعني من الأجدى أو من الأحرى في الفترة الحالية اللي هو فعلا الطلبة إن مع مراعاة الظروف يبقى في يعني الرؤية أو التعديل في تنسيق الجامعات في عدد اللي هم الطلبة اللي هيلتحقوا بالجامعات، يعني بدل ما نزود 5% دولت نسبة زيادة لطلاب الجامعات، وبالتالي إذا كانوا بياخدوا 100 طالب هنزودهم 5%، فبالتالي المجموع يقل، لأن حضرتك يعني هل 5% دي على المادة الواحدة ولا على إجمالي المواد؟ يعني ده أنا مش فاهمية، يعني هل هي الرؤية لا كده على إجمالي المواد، هي الفكرة إنهم تأثروا في كل المواد في المذاكرة بسبب الكهرباء بتقطع يوميا. أنا لما أدي طالب هنرجع تاني بقى اللي هو 105% و110%، يعني هنرجع بقى كده للنسب اللي كانت غير مقنعة خالص بالنسبة للعملية التعليمية. يعني حضرتك مش شايفة ان ده الحل النموذجي؟ هو الحل من وجهة نظري انا كنائبة وكعضو لجنة التعليم ان يتم مراعاة التنسيق والقبول في الجامعات لطلاب المرحلة الثانوية في هذه الفترة. طيب ده هو ده التنسيق بقى، دخلنا يعني بتصور جديد. انما الموضوع ان انا ادي اصلا انا ما اقدرش اغير القانون، يعني احنا في فتره، لكن نقدر وزاره التربيه والتعليم تطالب من المعلمين النظر برأفه الى الطلاب، يعني برضو اصل برضو التعليم، يعني اصل انت هتنظر برأفه احنا في امتحان بعد الامتحان مش قبل الامتحان، بعد الامتحان خلاص دي ثانويه عامه، انا بتكلم في التصحيح. برضو ما ينفعش يا فندم، اصل انا ما عندي السؤال ده بابل شيت، يا صح يا غلط. اوكي، يعني انا مش هقدر ادي له اجابه، مش هزوده في الدرجات. ده طبعا يعني برضو مش قانوني يعني، او ما ينفعش، انما ينفع بقى المرحله القادمه ان فعلا التنسيق في القبول او تنسيق الجامعات هو اللي يراعى فيه
فعلا زياده عدد الطلبه، النزول بالممنوع شويه، هو ده اللي احنا نقدر يعني ايه بقى. يعني ابتدينا باقتراح ووصلنا لاقتراح تاني، والاتنين من نائبتين لان لابد محترمتين. ان انا التزم، ما هو انا لازم مرتبطه بقانون، ما اقدرش اجي اعدل في اخالف القانون عندي. فبالتالي موضوع ال 5% غير منصوص عليها يعني، ما احنا متعاطفين كده مع فهمنا اولادنا انها لو راحت للجنه التعليم هيبقى الراي ايه، واحد من الاراء يعني. يعني ده احد الاراء اللي انا مثلا ابتدي اقوله يعني. وطبعا يهمني في الاول وفي الاخر مصلحه ولادنا الطلبه طبعا. طبعا بشكرك جدا سياده النائبه جهان البيومي على هذا التوضيح.